تمت المشاركة الحمد لله اليوم في الاجتماع الدوري 16 لرؤساء البرلمانات الخليجية ومجلس الأمة والشورى والوطني في دول مجلس التعاون. كان هناك 5 بنود أساسية. البند الأول تكملة الحوار مع الدول أمريكا اللاتينية، والبند الثاني كان تكملة كذلك اللقاءات مع برلمان الأوروبي مع دول الخليج العربية، والحمد لله تم إعطاء التوصيات بتكملة مسيرة في تواصل ومن ثم عقد لقاءات. تم شكر دولة المملكة العربية السعودية اللي كانت هي الملفات كاملة عندها في الدور 15، والآن انتقلت إلى سلطنة عمان وهي اللي بتكمل الدور في عملية التنسيق ما بين البرلمان الأوروبي ودول الخليج العربية وبرلمانات دول الخليج العربي، وما بين دول أمريكا اللاتينية وبرلمانات الخليجية كذلك. تم اعتماد موضوع خليجي مشترك اللي هو توطيد الاستثمار البيني ما بين دول الخليج العربي، وهذا من المواضيع المهمة اللي تعطي قوة للاقتصاد والمساهمة في تقليل الإجراءات بشكل أو بآخر إلى جلب الاستثمارات الخليجية في دول الخليج العربي، وهذا تم تبنيه اليوم إن شاء الله وبيتم العمل عليه خلال السنة القادمة من خلال المجالس التشريعية في دول الخليج. كذلك مقترح المجلس الوطني لدولة الإمارات برفع التوصيات اللي تخرج من الندوات إلى المجلس الأعلى لقادة دول الخليج العربي للاطلاع والعلم بها، وهذا جهد كبير يقوم بالمجالس التشريعية على مستوى دول الخليج، والآن بترفع التوصيات إلى المجلس الأعلى، وهذا كان مقترح من دولة الإمارات العربية المتحدة.